الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تكلمنا في الحلقة السابقة عن خطورة إسقاطات بعض الأشخاص على واقعنا وفي الماضي، واستشهدنا بأحاديث ذكرنا أن فهمهم الخطأ لأحاديث الفتن لاحم يؤدي إلى كوارث، وهنا نماذج في أرض الواقع سوف نتحدث عنها. وهناك أحاديث للنبي ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كل قائد أن تقوم ساعة. أبو داود عن حذيفة بن اليمان قال: وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا ويبلغ معه 300 رجل إلا حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اسمه واسم أبيه واسم قبيلته. الحديث بالشرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم مفتوح للفتن والملاحم خطب من الفجر إلى العشاء، ذكر كل قواد يبلغ خلف القائد 300 فصاعد إلا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. وهناك من نصوص الفتن والملاحم ما يوضح في واقعنا الآن كثير من بعض الشخصيات. وذكرنا في الحلقة الماضية أن بموت عبد الله، من يضمن لي موت عبد الله؟ أضمن الله القائم. يعتقد الشيعة أن القائم المزيف المبرمج سوف يأتون به من إيران وتحدث فتنة السراء، وناشدنا بالحذر من هؤلاء. فالآن سوف نثبت من السنة أن إسقاطاتهم خاطئة بتوضيح الحق جلي واضح بين. سنوضح أن المهدي الذي يزعم هؤلاء أنهم مهديين وهم مزيفون، سنثبت من السنة الصحيحة الآن أين الحق، وإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم لاسم هذا المهدي. قلنا في الحلقة الماضية أن جل العلماء يقول أنه محمد بن عبد الله، وهناك نصوص صحيحة عندما ذكر فيها المهدي سأل الإمام ابن سيرين وسيدنا عمر بن الخطاب. الإمام ابن سيرين سأل: هو عمر بن عبد العزيز؟ قيل له: لا، ليس عمر بن عبد العزيز. إذا كان اسم المهدي بالوضوح الذي يتحدث به العلماء الآن، كيف يسأل الإمام الجليل إمام من السلف الصالح هل هو عمر بن عبد العزيز؟ وفي نص آخر سأل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا علي، قال: ما اسم المهدي؟ فقال له سيدنا علي: أخبرني يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أتحدث باسمه حتى لا يتخطفه بني فلان وبني فلان. الآن سوف نورد بعض الشخصيات في نصوص الفتن والملاحم، نصوص جديدة تتحدث عن شخصيات من كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري بإسناد إلى سلمان الفارسي. الحديث طويل جدا، هحاول آخذ منه مقتطفات وأدلل على الأشخاص الذي يشار إليهم في هذا المقطع. وظهور آيات مفتريات في النواحي والجنبات، وعمران الفسطاط لعين القرب والأقباط، ويخرج الحائق الطويل بأرض مصر والنيل. قلت وما الحائك الطويل؟ قال صعلوك من الصعاليق، ليس من أبناء الملوك، تظهر له معادن الذهب ويساعده العجم والعرب، ويؤتى من كل شيء حتى يلي الحسن إلى أن قال ووصل إلى وتغلب الظلمة على النور وتبقى الأمور من أكثر الشرور. هناك يقوم المهدي من ولد الحسن لا ابن مثله، فيزيل الردى ويميت الفتن وتتدارس الركب، وهنالك يقضى لأهل الدين بالدين. قال سلمان ثم اضطجع ووضع يده على رأسه ويقول شعار الرهبانية القناعة. احنا عايزين ندلل ان المهدي الاخير اللي هو المهدي الاثنى عشر ديت جماعة في الشيعة. احنا عندنا احاديث صحيحة في السنة بتقول ان لهذه الأمة 12 رجلا وإماما صالحين كلهم من قريش. في حديث واحد بس بيقول إن ستؤخذ لقريش ثم تنزع إلى حمير، ففي استثناء واحد لرجل واحد من قحطان، وذكر في الأحاديث النبوية الصحيحة لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان، يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. دليل على قوة هذا الرجل، وهذا الرجل يحكم بالهدى ودين الحق. ده حديث صحيح. هذا القحطاني من الأئمة ال12، هو ليس من قريش، هو قحطاني من حمير من اليمن. الحديث فيه استثناء لهذا الحديث، إن الأئمة كلهم من قريش إلا هذا القحطاني. عندك دليل؟ عندي من السنة أدلة توضح إن الأمة الإسلامية يحكمها 12 رجلا صالحين. منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد صفحة رقم 312 يكون لهذه الأمة 12 قيما. لاحظ من يضمن لي موت عبد الله أضمن الله القائم. هنا 12 قيما لا يضرهم من خذلهم كلهم من قريش أخرجه الطبراني. كل هذه الأئمة من قريش، وأخرج الطبراني هذا الحديث. الإشكال العملية في الفتن والملاحم متشابكة، فلا بد من فك هذا التشابك بهدوء وإحاطة بكل أحاديث الفتن والملاحم. الناس اللي بتعمل إسقاطات سواء في الحاضر الآن أو في الماضي بتتكلم عن المهدي الأخير، ووضحنا في الحلقة الماضية أن المهدي الأخير لا يبعث إلا في زمان الدجال، وأثبتنا أن الدجال يبعث على رأس القرن وشرحنا هذا الحديث. الدجال لا يبعث إلا على رأس 100، والمهدي الأخير 12 في زمانه يملك المهدي من 7 ل9 سنوات. إذن من المستحيل أن يأتي المهدي الأخير. لو أسقطنا على أقرب واقع لنا الآن 1490 1491 1492 لا يبعث المهدي الأخير إلا في ذلك الوقت، لأنه في الأحاديث الصحيحة يعاصر الدجال ثم ينزل سيدنا عيسى بن مريم فيقتله، ويملك سيدنا عيسى 40 عاما وتتوالى علامات الساعة الكبرى. أما الآن نحن في 1437، إنما هم رجال وأئمة من 12 رجلا أو إماما كما ذكر في الحديث الصحيح. حديث صحيح آخر في صحيح مسلم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. الأمر مستقيم في زمن هؤلاء الأئمة. كثير من الناس في واقعنا الآن يدعي أنه مهدي مصر، صحابي مصر. ما صحة هذا الكلام وما علاقته بالأحاديث الصحيحة؟ لأن لا نعترف بأي مصدر ولا أي كلام إلا أن يأتي الكلام من عندنا نحن، من السنة الصحيحة، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يوافق شرعنا نأخذ به. اسم المهدي، أنت قلت لنا جل العلماء يقولون أنه محمد بن عبد الله. ذكرت لكم أن الإمام ابن سيرين قال أهو عمر بن عبد العزيز؟ قال لا. طب ما تيجي واحدة واحدة نفك الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هو ده الحديث اللي بيشرح ويقال إن هو محمد بن عبد الله. أولا مواطأة الاسم ليس الاسم نفسه. يعني إن قلنا يواطئ اسم محمد لا يكون محمدا، مواطأة الاسم اسم غيره. طب ما يواطئ اسم محمد؟ الشرح طويل في هذا المجال بس أنا بختصر. أحمد، يبقى أولا مواطأة اسم محمد أحمد. طب واسم أبيه اسم أبي؟ بيقولوا عبد الله كلهم على طول مرة واحدة. طب ما كانش بالوضوح، كان بالمعنى البعيد. هو هنا دلوقتي أنا بتحدث عن أعظم سر، سر عظيم، حقيقة حقيقية على أرض الواقع. واسم أبيه اسم أبي، مفيش مواطأة، على طول اسم أبيه اسم أبي. هناك معنى قريب عبد الله، لابد أن يكون هو المعنى البعيد، نظرا لأن الإمام ابن سيرين التبس عليه الأمر في الاسم. هو يعلم كل الأحاديث التي تتكلم عن المهدي. في اسم لأبو النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، إبراهيم. يعني عايز تقول إن المهدي يولى 1490 وعلى رأس القرن يبعث الدجال، اسمه أحمد ابن إبراهيم؟ يقينا والله أعلم. نسأل علماءنا يرشدوننا، إن كان إسقاطي خاطئ فليأتوا بالدليل أو بالحجة أو بالبرهان، لأن هذه الدراسة مكثت فيها وقتا طويلا. هذه الدقائق المعدودة أخذت مني دراسة في الفتن والملاحم لشهور وسنوات. إذن من يسقط الآن على نفسه أنه المهدي خطأ ودللنا. وفي هذا الزمان يخرج بعض الناس على الفضائيات ويتنبأ بموت فلان ويتنبأ بموت فلان ويتنبأ باغتيال كذا وكذا. الكلام ده كله ناتج عن هوى داخل الشخص، وبيتحدث من آثار موجودة معاه، آثار موجودة لدينا في الفتن والملاحم، كما تحدثنا محي الدين ابن عرب الطائي. محي الدين ابن عرب الطائي تكلم، يعني احنا ذكرنا في المقطع الأول الحائق الطويل بأرض مصر والنيل. الحائق الطويل هنا مخطوطة الإخفاء لحين ظهور الأسماء تكلمت عن الحائق الطويل. فمخطوطة الإخفاء لحين ظهور الأسماء، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن كل القواد وخلفه 300 رجل فصاعد على جميع الأصعدة. فالحائق الطويل هو جمال عبد الناصر، وذكر في المخطوطة الإخفاء لحين ظهور الأسماء أن موته 28/9. مخطوطة عمرها مئات السنين تحكي إن حد يجي يحكم مصر ويموت بتاريخ 28. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الأمر. حتى يلي الحسن، في المقطع الأولاني حتى يلي الحسن. الحسن هنا هتبقى محل نقاش معانا دلوقتي. من عند الحائق الطويل الحديث بيتحدث عن حقبة من عند الحائط الطويل ملك لغاية يلي الحسن. ذكر بعض الأشخاص في الفضائيات أنه يدعي أنه يحضر أرواح، والأرواح قالت له أن سيحصل يعني سيحدث كذا وكذا. الشاهد في الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه أن واللي جاي اللي بالحسن موصوف الحسن، هذا الشخص يدعي أنه صحابي مصر أو صاحب مصر أو كما يدعي أنه هو المهدي. ودي في إطار حلقتنا وفي إطار ما تكلمنا فيه، يجب أن نحذر ويجب أن يؤخذ الحذر من هذا الإسقاط الجديد. بالحسن موصوف هو في نصوص في مخطوطة الإخفاء اللي حنظر الأسماء بتتكلم عن الحسن والمهدي واللي بالحسن موصوف. في بعض النصوص يفتح حصون التمهيد ويكشف سر يزيد. هنا السفياني وحقيقة اسم المريد، يهنى بهم الكنانة والحجاز، من عرفهم فقد فاز، وسرهم هو الإعجاز. عقب الصوم تقوم العلوم بيوم معلوم. في نص تاني وهو حسن الخمسة، طبعا تفسير خاطئ. حسن الخمسة هنا بيقول إن الاسم رقم 4 من اسمه هو الحسن، فقال أن الحسن اللي بيتقال عليه بالحسن موصوف بيعمل إيماءة معينة لهدف ما في رأسه. متكامل الجدود باسم الكامل يسود. هنا المقصود بها الكامل. في نص تاني من نفس المخطوطة بيوضح إن اسم الكامل هو نفسه اسم المريد، اللي هو اسم المهدي. اسم الكامل هو المهدي، اسم المريد هو المهدي. ويسود بخليل الزهيب المقصود، أحدهما عراق والآخر وراق، انتظروهما فعلى أيديهما الوفاق. ما تمش وفاق ولا حاجة، ما تمش وفاق على ايدك خالص نهائي. في اثر عن كعب الاحبار. ده رجل يهودي من اليمن، اسلم واحسن اسلامه وحسن اسلامه، وكان رجل صاحب علم وشهد له بالعدل. هناك اثر في الفتن والملاحم عن كعب الاحبار، يسمى كعب الاحبار لكثرة علمه. مولد الدجال من قرية بقرى مصر يقال لها قوس. في قرى بورسعيد في قرية عبارة عن قوس شكلها كده. نص آخر يوضح ما نريد أن نقوله. عدله ملموس وعدوه منكوس وكنزه محروس وبيت الروح عالي، ماحق في الحق شر لا يبالي، انتظروه عند تمام الهرج فهو وحده وقته الفرج. هذه النصوص بتشرح النصوص الفتن والملاحم اللي معانا دلوقتي، اللي احنا بنتكلم فيها نصوص الفتن والملاحم الصحيحة. ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثير من الشخصيات، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل القوات. هذه المخطوطة بتختصر. عند نص تاني بيقول ويذهبون لألف شين الضاري فهو النجم الساري. النص ده أصلا مش موجود في المخطوطة، النص ده اتجاب واتحط في المخطوطة عنوة مش موجود. يذهبون لألف شين الضاري فهو النجم الساري مش موجود. في نص تاني بقى في المخطوطة بيقول وينتشر دجل الدجالين فلولا ألف شين الملغز للسر السمين. المخطوطة اللي معايا دي بتقول إن ألف شين الضاري انتشر جهله ودجله. المخطوطة اللي بتقول ما نقعدش نلوي عنق النصوص، وبعدين الواقع بيقول إن مفيش ولا كلمة من 3 سنين من اللي أنت بتقولها حصلت. صحابي مصر وصاحب مصر ليس وقته الآن. صحابي مصر هو رجل يأتي بعد فتنة السراء من الحديث الصحيح عندنا. أرجع أقول الحديث من حديث عبد الله بن عمر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلنا من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. شاهد النقاش، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. الرجل كورك على ضلع، يقول كثير من العلماء إن ملكه ضعيف، لأن لا يستوي الورك على الضلع. كورك على ضلع، بس كورك على ضلع هنا مش صفة الراجل، لأن يصطلح عليه الناس دليل على قوة الرجل. الناس اصطلحت على الرجل ده، في صلح تم على الرجل وإجماع، وهو شكله الجسدي كورك على ضلع. في نصوص تانية في أماكن تانية: نصفه الأعلى أجمل من نصف الأسفل. لا يعني لم أتحدث عن صحابي مصر كثيرا الآن أو صاحب مصر. ما هو صحابي مصر هو صاحب مصر، رجل محي الدين معرب الطائي، رجل من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخطوطة عمرها مئات السنين، ذكر فيها ميم الحساني، رجل من أولياء الله الصالحين، مظلوم بدون دليل. الإمام الشيخ الصوفي بيقول: لو جاء زمان هذا الشيخ لأخذت من وعائه. مظلوم بدون دليل. احنا اتفقنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثير من القيادات على جميع الأصعدة. المخطوطة قديمة وبتثبت قبل ميلاد كل الأشخاص ان حد ميم الحساني، عين رحيم بسر عظيم يدق قواعد مرتزقة الصيت. هو ممكن يستناني دلوقتي عشان اقول، انا مش هقول، مش هفك الطلاسم بتاع المخطوطة. بيقول انا صاحب المخطوطة وانا اللي افسرها، بس انت هتحتكر العلم الشرعي بتاعنا ده، علمنا الشرعي ده، الفقه بتاعنا. اذهب الى ما انت يعني الى ما انت فيه. فهناك هوى واسقاط اخر جديد يوضح ان هذا الشخص يظن انه صحابي مصر، يعني يتاهب في ذهنه انه سيحوز شيء ما في المستقبل. لهذا الجدل الواسع أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ألف شين هذا سوف ينتشر دجله. الحقبة اللي احنا فيها دلوقتي تنتهي ويحصل إجماع للأمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع على هذه الأمة سيفين، سيفا من داخلها وسيفا من خارجها. عندما تجتمع الأمة، هناك وعد في القرآن الكريم زي ما تكلمنا إن استشراف المستقبل بيأتي بنصوص القرآن، كما ذكرنا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا الأمر حدث في الماضي، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، شيء سيحدث من القرآن الكريم قولا واحدا، ولا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ده قرآن. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في وعد في القرآن الكريم في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. هبدأ في شرح بعض الآيات دي لعلاقتها بعملية استشراف المستقبل. إن هذا النص القرآني يوجد مخطوطة التي تحدثنا عنها تواكب هذا النص. فيحاربون اليهود حرب افتراس ويطهروا القدس من الأنجاس ويفزع اليهود فزعة ليس بعدها رجعة وتعاد لنا القارة. خلي بالك من حتة القارة ديت موجودة في الآية. ثم رددنا لكم القارة عليهم وتصدق هذه المرة بإمام جامع وشاب لامع بالحسن موصوف، نسبه معروف، بالحسن موصوف، علمه كل الحروف، يضرب في عهده الدفوف، عدله ملموس وعدوه منكوس وكنزه محروس وبيته الروحي عالي ماحق شر لا يبالي، انتظروه عند تمام الهرج فهو وقتها وحده الفرج. دي نص من المخطوطة القديمة بتشرح الآيات اللي موجودة. من هؤلاء الرجال الذين فتحوا أول مرهم رجال بعثنا عليكم عبادة. شرح الآيات ده يطول، يعني حلقات وحلقات في آية واحدة، حلقات وحلقات في آية واحدة. من الذي دخل المسجد أول مرة؟ كيف سندخل المسجد؟ ولا يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. لابد أن نعلم من الذي دخل المسجد أول مرة، لأن الدخول بالمثل يحصل 3 حاجات: وعد الآخرة ليس المقصود بها يوم القيامة، وعد الآخرة، 3 بنود: ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. هنا في هذا الوقت، في هذا الزمان الذي نعيش فيه، يكون هناك جماعة في القدس. نسأل الله أن ينجي شعبنا وينجي جيشنا من كيد الكائدين ودجل الدجالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.